صراحة كان في الماتش بالأول كان في سيطرة من النادي الأهلي مع تحفظ بعض الوقت يعني، والحمد لله الأهلي قدر يكسب وقدر يعمل سكور كويس على نادي الزمالك. الماتش طلع جميل جدا وعدد من الأهداف كبير، وإحنا بنشكر جماهير الأهلي، بنشكر بيبو حبيب الملايين بصفتي أهلاوي. أنا بتمنى الأهلي يعني يوصل للعالمية. بالنسبة للمباراة كانت مباراة أداء جميل جدا بين اللعيبة والخطة، بس نظام الخطة بالنسبة للمدير الفني في بداية الماتش كان أداء جميل وأداء اللعيبة كان جميل جدا، بس بعض التغييرات اللي حصلت في نهاية الماتش كان الأفضل ما كانش حصلت، لأن كان الأداء يبقى أفضل والأهداف هتبقى أكتر يعني. يعني كانت مباراة جميلة والأهلي استحق الفوز. الزمالك أدى بشكل جيد الشوط الثاني، بس ما كانش معاهم الحظ يعني في الشوط الأول. الأهلي أنهى المباراة في الشوط الأول. جميل والناس كلها انبسطت بيه، بس طبعا اتضايقنا من الثلاث أجوان اللي جم، بس الناس كلها كانت نفسها يبقوا يعيدوا موضوع 6-1. مباراة جميلة والأهلي لعب ماتش حلو، وهو ده الطبيعي اللي احنا متعودين منه في مباراة الأهلي والزمالك الخمسة والستة والأربعة والثلاثة بس طبعا احنا كنا طمعانين في انهم يبقوا 6 و7 و8، بس طبعا مستر موسيماني ما كانش موفق في التغييرات، كان المفروض ينزل حسام حسن مكان محمد شريف، بس ان شاء الله الجاي هيبقى 6 و7 ان شاء الله. وهو ده الاهلي، هو ده اللي معودنا عليه، دايما مفرحنا وسعيدنا ورفع راسنا ومشرفنا. مباراه القمه كانت على مسمى بصراحه، الاهلي والزمالك بصراحه كان مستواهم كويس جدا، يعني كانت الفرقتين تكتيك محترم، كانت لعيبة كانت فايقة، بس أنا أكسب الإسماعيلي 4 وأكسب 1-0 بعدها وأكسب 5 الزمالك، دي حاجة تانية، دي حاجة غير متوقعة خالص، ولكن هو ماتش بصراحة كان يليق بالقمة بين الأهلي والزمالك.